مشاهدينا الكرام متابعينا في هذه اللحظات الى جانب احد اصدقاء العريس هيثم الاحمدي. هيثم، اليوم بماذا تهني صديقك رايد المحتفى به في هذه الليله؟ اتمنى له حياه سعيده ان شاء الله، وهي هذه بدايه الحياه جديده، اتمنى انه يعرف كيف يتصرف فيها، وان شاء الله الله يوفقه ويرزقه بالذريه الصالحه باذن الله. والزواج حلو، يعني انا انصح بكل واحد انه يتزوج ان شاء الله. طيب، نصيحتك له هو نفسه بمناسبه دخوله القفص الزوجيه وابتعاده عن الحياه العزوبيه؟ يبتعد عن الشله الفاسده ويهدي نفسه شويه ويعرف انه لا حول ولا قوه، وانصحه انه يهدي باله. والحمد لله على كل حال، وشكرا على الوقت. والله اقول له الف الف مبروك، والله يبارك له، الله يبارك بينهم ويجمع بينهم بخير ان شاء الله. نصيحتك له بما انه عريس وافد الى الحياه الزوجيه؟ نصيحتي له انه اتق الله في اهله ان شاء الله، ويكون بذره خيره ان شاء الله، ويكون قدوه للشباب الباقي انه يتزوج، يحمسهم للزواج والصبر ان شاء الله، يصبر على اهله شيء مهم. ورايد ما شاء الله تبارك الله، نعرفه من 8 سنين، ورايد ان شاء الله مثال انه يكون ما شاء الله تبارك الله رجل عاقل جدا، وانا عرفته من 7 سنين وتغربنا سوا انا وياه في الدمام، وعشنا مع بعض سوا في بيت واحد، وعشنا حياه جميله، ورجل يعني ما تلاقي مثله صراحه. انا وياه يمكن انقفل علينا باب واحد في عزبه، وكان رميتي في راس النوره، فكان ما شاء الله تبارك الله رايد، ونعم الرجل صراحة، ونعم الرجل، الله يوفقه إن شاء الله ويبارك له ويسعده صراحة، من أعز الناس إلى قلبي، وأنا حرصت اليوم من الدمام إني أحضر عشان يعني عشان كرم أخلاقه والعشرة اللي بينه وبينه. الله يحفظه إن شاء الله لوالدينه ويهنيه في حياته إن شاء الله، وإن شاء الله نفرح بعد سنة بمولوده الجديد إن شاء الله بإذن الله. والله أبارك له وأقول له ألف مبروك، والله يتمم زواجك على خير إن شاء الله، والله يرزقك الذرية الصالحة. نصيحتك له أخيرا، بيش تنصحه بعد دخوله القفص الزوجية؟ والله أهني، لأنه نحن في بنعاني يعني في بعض في الزواج يعني، والله أهني صراحة مبروك. مساء النور والسرور، حياكم الله. شو التهنئة اللي حابة تهني بها ابنكم العريس المحتفى به رايد في هذه الليلة؟ أول شيء نقول له مبروك، والله يبارك، بارك الله لكم وبارك فيكم وجمع بينكما في خير، والله يوفقكم يا رب. نصيحتك اللي تنصحوا بها بعد دخوله للقفص الزوجي أو بعد دخوله إلى العش الزوجية؟ نصيحتي لي هو تقوى الله، وتقوى الله الحالة هتكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أول شيء، ومسي عليكم ومسي على المشاهدين جميعا. أحب أقول طبعا كلمتين جدا مهمة للعريس. أول شيء ألف ألف مبروك، والله يتمم له بالخير ويرزقه الأنجال الصالحين والذرية الصالحة، ويسعد إن شاء الله في حياته ويوفقه في دينه وفي دنيا. أخيرا فيصل، بس نصيحتك له، لأنه الحياة الزوجية تختلف عن الحياة العزوبية. والله هي الأمانة، هذه نصيحة طالع من القلب، من قلبي فيصل إلى قلب رايد، يعني الصبر والصبر، يعني لا الواحد يعني لا ياخذ الحياه كده بجديه، يحاول انه يكون فيها مرونه بينه وبين الزوجه، فاتمنى لهم السعاده ان شاء الله، الله يسعدهم جميعا. اول شيء الله يبارك فيك، ان شاء الله تكون حياه زوجيه حلوه ان شاء الله، والله يوفقهم في حياتهم في حياتهم الزوجيه، ومن المال من العيال، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. أحمد، نصيحتك لهم، لأن الحياة الزوجية تختلف عن الحياة العزوبية. والله النصيحة الأولى لازم تكون أول شيء التقوى، تقوى الله والصبر والأمانة، وتكون المحبة إن شاء الله بينهم دوم إن شاء الله.